أحسن الله إليكم. قول سماحة فضيلة الشيخ، علمت أن الصحابة تركوا السكنى في مكة خشية الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المسجد الحرام كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال فإنه يسمى بالمسجد الحرام ويسمى بالحرم. توعد الله من هم بمعصية فيه، فكيف إذا فعل المعصية؟ الأمر أشد. وأما أن الصحابة كانوا يتركون سكن مكة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحابة لم يتركوا سكن مكة، كانوا يسكنونها مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ترك المعاصي والذنوب. إنما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا سكن الطائف رضي الله عنه، يروى هذا عن ابن عباس، وهذا اجتهاد منه. ولكن سكن الحرم هذه فيها فضل عظيم، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وفي الحرم المدينة في المسجد النبوي خاصة، في المسجد النبوي لا في حرم المدينة كله، ولكن في المسجد النبوي صلاة واحدة عن 1,000 صلاة. فكون الإنسان يسكن في مكة أو في المدينة ويصلي في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحصل على هذا الفضل، هذا خير كثير. نعم.